اهلا بيك يا محمد، وبنرحب بيك طبعا وبكل العيله، وبنرحب بآلاء وبنقول لها الف 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 مبروك. وقول لنا بقى، عايزين نفهم منها قصتها ايه بقى خلال الثانويه العامه، وهي طبعا تبقى معركه مش سهله، خلينا نقول، بس اكيد ان شاء الله توجت يعني بالنجاح الكبير. صباح الورد زميلي حسام، وصباح الورد زميلتي ماء، وصباح الورد على كل الساده المشاهدين. بحييكم من منطقه الساحل ومن محافظه القاهره، وبالتحديد من بيت من البيوت المصريه. طبعا زي ما عودنا الساده المشاهدين نقدم ليهم فقره بيت من مصر. النهارده بنقدم لهم من جزء اصيل من احد البيوت المصريه، وطبعا بيت فضل يدعم الطالبة آلاء محمد حسن لحد ما وصلت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، وطبعا شعبة أدبي. آلاء، أنا طبعا في البداية برحب بيكي وألف ألف مبروك على النجاح. ميرسي، الله يبارك في حضرتك. آلاء بقى، قولي لي إزاي أنت عرفتي النتيجة؟ هو انا يوم السبت عرفتها من على النت الساعه 9:30، بس ما كنتش مصدقه لان ما حدش اتصل بيا. قلت ازاي المجموع ده وما طلعتش من الاول الجمهوريه، ففضلتش مصدقه وفضلت صاحيه لحد تاني يوم. قلت يمكن حد اتصل بيا، ما حدش اتصل، واستنيت لحتى بعد المؤتمر ما حدش اتصل. الساعه 1 بقى عرفت ان الصحفيين، يعني لسه عارفه امبارح الساعه 1. يعني انت لسه عارفه امبارح الساعه 1؟ ما كنتش عرفت لا السبت ولا لحد الصبح، يعني لحد الصبح ما كنتش عرفت. عرفت الساعه 1. استقبلت الخبر ازاي؟ استقبلت كده النجاح ازاي؟ وعرفت كده لما عرفت انك من الاوائل؟ فضلت مصدومه لان انا كنت منتظر ان اعرف السبت. فضلت مصدومه يعني، ما كنتش مصدقه. يعني انت كنت متوقعه النتيجه دي طول السنه؟ كنت متوقعه يعني، بس في الاخر اكيد الواحد بيجي له فترات ياس يعني، ففي الاخر يست. طب لو حبيت بقى اسالك بقى على متوسط ساعات المذاكره بتاعتك ايه؟ ما كانش في ساعات محدده. كنت بذاكر اللي ورايا وخلاص، حتى لو هياخد نص ساعه كنت بذاكره. ممكن اقعد العب بقى اليوم، يعني مش كل يوم في ساعة ساعات محددة. ممكن يوم 6 7 ساعات، ويوم ساعتين بس، يعني على حسب اللي ورايا. يعني مفيش وقت معين 6 ساعات أو 5 ساعات؟ لا لا لا، على حسب اللي ورايا. على حسب اللي وراكي. طب قولي بقى طريقتك بقى كان في الحفظ ازاي والمذاكرة ازاي؟ أنا مش بحفظ بورقة وقلم، أنا بحفظ ببقي وبقعد أكتب على الحيطة كده بس. أنا ملاحظ كمان. أتمنى كمان زميلنا محمد علي يدخل بالكاميرا. أنت مذاكرة على الحيطة الحرب العالمية الأولى ومصير الدولة العثمانية، ليك سبت كل الورق وكتبت على الحيط؟ انا بحب اشخبط كده يعني، هو دي طريقتي في الحفظ. طريقتك في الحفظ تكتب على كل حيطان؟ في حيطان اتمسحت ما عدا دي. يعني كمان في حيطان اتمسحت كمان؟ ما عدا دي. قولي لي طبعا اكتر المواقف بقى الصعبه اللي قابلتك اثناء المذاكره واثناء الامتحانات ايه؟ هو الملل، ان كل يوم بيتكرر، كل يوم عارفه ايه اللي هيحصل، فده كان ملل بالنسبه لي. واصعب فتره كانت فتره الامتحانات يعني، لان كنت متوتره منها جدا. دي كانت اصعب فتره. ايه الكليه اللي انت عاوز تلتحقي بيها وكده، وطموحك في مستقبلك؟ نفسي في اعلام انجليش، بس ان شاء الله يعني يجي لي منحه. اعلام انجليش؟ ناوي ان شاء الله تكوني اعلاميه تكسر الدنيا باذن الله. باذن الله ان شاء الله تكوني احسن اعلاميه باذن الله. مين بقى اللي كان دايما يدعمك بقى؟ اكيد ماما واختي يعني، هم كانوا دايما بيقولوا لي ما تتوتريش يعني، اهم حاجه اهدي، لان مش بالمذاكره بس، لازم تكون عندك نفسيه كويسه، ما تفضليش توتري نفسك يعني. لو حبيت بقى توجهي رساله لكل الطلاب بتوع الثانويه العامه يعني في العام القادم، بس ان هم يذاكروا اول باول يعني، اول ما ياخدوا حاجه من الدرس يروحوا يذاكروها على طول، دي اهم حاجه، وبعدين يعملوا اللي هم عايزينه وما يضغطوش نفسهم. يعني انا ببارك لك الف الف مبروك، وانت بصراحه طبعا ما شاء الله الدرجه بتاعتك تشرف جدا يعني. ميرسي. مدام سحر مامة آلاء، طبعا احنا بنبارك لحضرتك الف الف مبروك. ازاي حضرتك كنت بتدعمي آلاء؟ والله كنت واقفة جنبها بقى طول السنة، وما بحاولش أوترها خالص، ويعني بساندها بقى يعني، بهديها كده، بهدي أعصابها، وما بوترهاش خالص، ما كنتش بضغط عليها في المذاكرة خالص ولا أي حاجة يعني. في بعض الأولياء الأمور يضغطوا على أولادهم، لا لازم تذاكر ولازم تطلع من الأوائل، ابن خالتك وابن خالتك. عارفة هي بتعمل إيه، كانت عارفة بتعمل إيه، وكان عندها ضمير قوي في المذاكرة، فكانت بتذاكر بصراحة، مجتهدة يعني مع نفسها، يعني أتابعها من بعيد، يعني أدخل الأوضة وأطلع من بعيد مراقباها، فكنت شايفاها بتذاكر، فما كانش بقى في الضغط النفسي، لا ذاكري وعودي، حتى لو ماسكة الموبايل في أوقات كنت بسيبها، عشان عارفة هي بتعمل إيه. فكان عندها ضمير يعني جامد، فرفع إيدي عنها بصراحة. شعور حضرتك لما عرفت ان بنت حضرتك المركز الثاني على مستوى الجمهوريه؟ مش بصراحه مصدقين خالص يعني. اللحظه اللي عرفتي بقى فيها؟ هو كان في حاله هستيريا منها كمان يعني، انا ما كنتش مصدقه، وهي بقى تصرخ ومش مصدقه خالص وكده،
بس اهو الحمد لله. حضرتك كنت متوقعه ان تجيب درجه كويسه ولا؟ اه متوقعه لها التفوق وكده وكل حاجه، بس يعني لا مش لحد بقى، يعني مش لحد المركز بقى الجمهوريه والكلام ده لا. ما شاء الله طبعا يعني بالتوفيق. اختها دعاء انت طبعا كان ليكي دور، كنت دايما بتقولي لي قبل التصوير كنت دايما تشجعيها. انا دايما كنت بشجعها ودايما كنت بقول لها ان لكل مجتهد نصيب وان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. انت خلاص ذاكرتي خلاص عملت اللي عليكي خلاص بقى ثقي ربنا بقى هو اللي هيجيب لك النتيجه دي بتاعت ربنا بقى خلاص. انت ادام عملت اللي عليكي واجتهدتي خلاص سيبي الباقي على ربنا بس الحمد لله ربنا كرمها. طب بالنسبه بقى لكل شويه طبعا تمسك القلم وتكتب على الحيط، انا شايف الحيط كله كده مكتوب عليه التاريخ وفي رياضه وفي انجليزي، يعني كل المواد على الحيط، الموضوع ده كان بتعديه ازاي؟ يعني بمتص بقى الغضب يعني خلاص بقى، يعني قلنا نعمل نقاشه في الاخر السنه وهعوضي على ربنا وخلص على كده عادي. هي من صغرها كانت حابه قوي موضوع السبوره والقلم وتقف تكتب، يعني عندها ميول تدريس يعني، فسبوره وبتاع وتكتب وكده، راحت السبوره وهي طفله فمسكت الحيطه فقلت مش مشكله براحتها. على كل حال يعني بنبارك لك، الف الف مبروك، وطبعا نتيجتك تشرف جدا، شكرا جزيلا لكم والف الف مبروك. شكرًا جدا شكرًا جدا. زميلي حسام وما يعني زي ما شفتوا فرحه كبيره في بيت مصري أصيل، وقفوا مع بنتهم لحد ما وصلت المركز الثاني على مستوى الجمهورية. بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا طبعا. والحقيقة أنا يعني مش قادر أصدق برضو أن طنط تهاونت يعني مع بنتها في موضوع الحيطة. لو ممكن بس الكاميرا تقرب كمان، احنا عندنا فضول نشوف ايه المكتوب كده، لو ممكن نخش كلوز شوية ونوري كمان المشاهدين لنا. عارف هي من حافدات الفراعنه، احنا من هواه الكتابه على الحيطه، بس كمان بنذاكر بقى ما على الحيطه. ويا ترى كده هيعملوا نقاشه من اول وجديد ولا يعني ايه بقى؟ كله في الثانويه العامه. اقرا لنا كده يا محمد، ده ايه ده التاريخ ده صح؟ ده الحرب العالميه الاولى. الحرب العالميه الاولى ومصير الدولة العثمانية، ألمانيا والنمسا، وبعدين إنجلترا وفرنسا، وبعدين فيها الجهاد الدين المقدس. بتحفظ تاريخ على الحيطة؟ وفي طبعًا التاريخ ده في كمان إنجليزي ورا بقى، وفي بص كل المواد موجودة هنا على الحيطة. كشكول. ما شاء الله، على أي حال في داهية النقاشة، وألف ألف ألف المهم في داهية النقاشة طبعًا. فداهية النقاشة طبعًا. بنبارك لك يا آلاء، ألف ألف مبروك، وعايزة تبقى إعلامية. ده مناسب لموضوع الحلقة النهارده، احنا بنتكلم برضو عن الناس اللي حابه تخش اعلام وتخش ولا ما تخشش. اتفرجي بقى على الفقره بتاعتنا النهارده عشان يمكن تحسبي حسابك مره تانية او تخشي اعلام. بلاش التشاؤم بتاعك يوصله للبنوته وهي لسه عندها امل. ان شاء الله تخش اعلام وتبقى معانا ان شاء الله. ايوه يعني ان شاء الله. بنشكرك، شكرا جزيلا يا محمد، شكرا جزيلا. تمام. شكرا جزيلا.